السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جينا لكم مقطع جديد عن ماينكرافت. معاكم AKW1، مقطع جديد. لا تنسون اللايك والاشتراك والشكر للرب، ما ادري شو اسمه. الزبدة اليوم، دقيقة الخنازير، وينهم الخنازير؟ لا تقول لي طاحوا. صح، طاح خنزير واحد مع ال صح، انا عندي بيضات خلاص. طيب المشكلة قرويين، طاح واحد منهم والثنين ذول ما ادري شلون نرجعهم. الدب ما تحس انه ولا فايدة بعد شوي. يلا دب تقلب، ما حد يبيك والله، مضيق علينا مسافة. بس يلا انت وياه اركب. لا الحين دقيقة، يلحقون الايميرالد اللي ذول القرويين. تا 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 ار 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 لا والله يبون سرير، هم يبون سرير. يا بجيح قم قم يا بجيح، يلا يلا فدا فدا فدا. طيب خلونا نكسر نشوف ايش بيطلع لنا. اوه بدينا الحين الماب التنين. طيب خلنا نحط هذا من الحين، وخلنا نحط ذا، نرجع مكانه و ذا هنا، خلنا نرجع ذا بعد. طيب ضروري احنا، وين الحجر اللي حطيت؟ ناسي، ضروري ناخذ هذا نسوي فيه اشياء لنا. ايه هذا الحجر صح. طيب انا بسوي لي خلنا نسوي لي ذا وسيف، ولا اول اسوي لي هذا شغل وسيف بس. طيب ما ودك تقوم يا، يلا خلنا ننوم ونريح نمغط رجيلاتنا. طيب هذا نبت، تكسر زين، ما راح كله زين، ما راح كله، خلنا نزرعه قبل الله يروح. بس وش باقي؟ الخنازير، اهم شي البقر وقرويين، خلهم يشتغلون هنا. بس مشكلة خايف اقول هذا، نرتب اول شي، وهذا هنا وهذا هنا كثير. بس يلا حلو، سلاب حلوين تراب. ايه ذا عرفته عرفته، ايه ما لا تلوم لا تلوم لا تلوم ما تلوم، تعال 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 اشتغل فيه اشتغل فيه، نبي نبي ذا. يلا اشتغل فيه يلا، حلوين تعال خلنا نشوف ايش يبيع. 15، والله ما عنده شي زين. بس وانت ايش تبيع؟ هذا ايه هذا هذا صح، حلو ذا والله والله يجي منه صح، حلو ذا ذا حلو، انت حلو خلك نبيك. طيب خلنا نكسر ذا بس، اوهو ذا عرفت ذا بس. يلا الله يعين، انكسر يا سلام علي، حلوين حلوين حلوين. يلا طيب 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 يا سلام، اوهو خلنا نزرع بعد شوي شوي، ورانا مستعجل. انا ودي احط اللي حول ذي شي ما ينكسر، عشان ما اكسر ذا البلكة والغلط واروح فيها، فهمتوا؟ خلنا بس خلنا نمطط شوي، خلنا نحط ذي هنا. نزين الارض رايحة فيها،
خلنا نزين ذي. حمودة 3 ساعات، حمودة ودحومي يقولون ندري. طيب خلنا نحطها هنا، وش باقي هذا؟ خلنا نحطه هنا وذا. يا سلام، لا يا شيخ طاح، بس يلا عصا ما نبي، ما اتوقع بيفيدنا بشي. طيب وهذا خلنا نرتب ارضنا. ارضي ثم نحط تراب هنا، تراب هنا. والله يا جاب مسجلات خرب علي اشياء، المفروض الحين نكبر بالارض، الارض بها. يلا يا رجال. طيب هذا خلنا نرتب ذا. طيب الحين زين، ماشي صح، خلاص رتبنا ذا زين. باقي شوي و خلنا نشوف ذا كل شي نبت. هذا حلو نبت، هذا اشياء نبت. وش باقي دي؟ ذا وش جاب المفروض الحين ينكسر ذا صح. طيب خلنا نستعمله. حلوين حلوين، جات تراب جات تراب، حبتين نكفي. لا والله باقي، لا يا قروي بغيت تصفقه بعد يا قروي شوي. اها نظامك وش توظف ما شاء الله، وانت توظف يا اخوي. ايوه كل شوي يغير ذا، وش سالفته؟ على كيفه، بس يلا والله بغيت تجيب العيد. ايوه هي. لا يا شيخ لا، انا ابي عظمة، عظمة واحدة بس لو يطلع لي كلب. يوه يلا يلا، الله يعين الله يعين. نقول يلا يلا، وش باقي؟ كل شي زين الحين ماشي. ايوه خلينا نكبر هناك. طيب الحين زين، خنزير نبي بس ما ادري ايش اسوي. يلا انت ما ودك تركب يا قروي؟ ضروري اسوي سرير ثاني للقرويين. ايوه اه ولا ذا. يلا يلا يلا، ايوه بدينا اشياء معدات. حلو الاشياء ذي، يمكن تفيدنا لو جيت اسوي مثلا سوني. اول نسوي سوني. يلا يلا دي اه مليانة مساحتي. يلا يلا يلا، يلا خلنا نفضي. والله امتلت. يلا يلا الله يعين، اقول الله يعين بس. يلا الحبل ما نبيه، وش باقي؟ اشياء كثيرة والله، ما تدري وش اللي تحط وش تخلي معك. طيب ما ودي اخليه فوق زيادة، المهم فله. طيب نحاول. والله زعل، اوه حطيته، والله حسيت وليته، بس يلا خلنا نحطه نحطه. هذا خله معاي. هذا النبي ما نبي خله بعدين، نستفيد منه يعني بعدين، فهمتوا؟ وهذا خلنا نزرع الحين نكمل. خلاص خلنا نكمل ذي، خلنا ناخذ اشياء. وش كنت بسوي؟ بزرع وين؟ تدرون ان السيف هذا يكسر بسرعة اذا ما تدرون يعني. طيب الحين وش باقي؟ في شي بزرع انا قلت اي، هذا خلنا نحط الحين نزرعه ورا ذا. مشيته كنا يلا يلا، وش باقي؟ باقي تراب بس وبيت، ونكمل شوية يعني. بس ضروري نكبر الأرض مرة. وش ذا الشي واجد ذي؟ حلو حلو، جانا شي زين ذا أخيرا. لا يا ساحرة،
ساحرة ذي تموتني. الله تخرب كل شي عاد. يلا خذ لك. ناس انه في ساحرة اصلا، من زمان ما شفتها. يلا يلا بسم الله الله يعين. والله عظم ماجد، بس وش ذا؟ انا احسبه. ايوه اشياء حلوة للخروف. لو جيت اخذ صوف اسهل لي، اسهل لي مرة. اي هذا صوف. مد صوف الحين. حلو الحين نضمن مرة، اقول نضمن مرة نسوي صوف القرويين بيت. هنرجع ذا. والله يا الاشياء واجدة واجدة مرة. مشكلة زي ما نبي خلاص. بعدين عندنا كثير. وش باقي؟ وش باقي؟ ما باقي شيء. ناخذ ذي، نستلم الهيوة. هذا الصخ معي. حلو حلو حلو. هل نسوي مود القرويين؟ ايوه يا سلام. غنم مين يبي احسن منه؟ يلا ارقي ارقي حد الغنم. ايوه في الحال انا ما قلت لها شيء، انا طقيتها بس. حلو 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 حلو. حلوين حلوين. ايوه بدينا الحجار. بس حلو حلو جمعنا اشياء زينة. بس والله حلو مرة. حلو مش باقي من الحجر. ايوه يلا خنزير قايل لكم بيطلع. هنرجعك بس. يلا ما شاء الله حافظ بيته. زين زين والله زين والله. وفر علينا وفر علينا شيء كثير. وش باقي الحين؟ صف كل شيء معناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.